الو، راضي؟ ايه، شو ما كان نوع الشغل، راضي بخدمتك. قول مين عم يحكي. سمير، سمير ديوان، عرفتني؟ طبعا عرفتك يا روحي، انت الزلمه يلي بيضل بيحمل معه محرمه. معقول انساك؟ بس انت قل لي، شو بدك من واحد صغير مثل راضي؟ يا بدي شارمان يواز. فيك تطلب مني شو ما بدك، بس شارمان يواز ما فيني جيب لك اياه ابدا، لانه الاخت هتلر مستحيل تبيع شارمان يواز بحياتك. الا شو شغلتك؟ انا ما عم بشتغل، انا ميت يا روحي. اذا دريت هتلر بهالموضوع هاد، اي والله بتطلعني مع مرتي برات هاي المدينه كلها ونهائيا. ايه انت حاول تخليها تدرى ابدا. لك انا ما فهمت انت شو بدك. لك شو عم تحاول تقول؟ ليك انا بدي كل المعلومات عن شارمان يواز، مين يلي قاعد بالبيت، بدي اعرف عن كل زاويه بهذا البيت. وانتبه، ما بدي حدا يعرف اي شيء ابدا، وخلي الموضوع سري للغايه، لانه هذا الموضوع رح يضل بس بيني وبينك. وفي شغله كمان، انا بدي اعطيك النص بالمية، بس ما رح اعطيك اكثر ابدا. النص بالمية؟ دقيقه، نص كاسه؟ لك الكل صار يشتغل بنصاص، ولا قاسم انه راضي رح يدفع النص. يلا روح. ماشي. بهاي المدينة هاي معدل التشغيل 2% مو نص بالمية، عم تفهم؟ هيك ما بيمشي الحال روحي. ليك راضي، لليوم انا ما عطيت اكتر من نص بالمية لأي عميل، ويلي عم بقلك يا مشان مصلحتك راضي. مصلحتي؟ انت قصدك تقول اني ما عم افهم؟ في مرة عطيت 1.5 لعميل، قام تاني يوم الصبح مات. قولي على قامتي. انت شو عم بتقول؟ ليك اذا فيك تعمل هالشغلة بيكون كتير منيح، وقال لي رح شوف عميل تاني بدالك. ها؟ لا لا، انت كيف بدك تجيب عميل تاني لهي المنطقة بوجودي انا؟ خلاص انا رح اقوم بهي المهمة، ما في داعي تقول لحدا غيري. ها خلاص، ثبت، مع السلامة روحي. خير استاذ. استنى وشوف، اول مجمع بشان نيشوك رح يكون لي انا، على ملكية شارمان يواز، وهذا رح يكون نصر لشركتنا طبعا. هاي الشاي، اشرب شاي. لا استاذ، اسف ما معي مصاري. رجع كاسة يا حبيب القلب. لا لا، لك تعا. شو عم تعمل؟ ما بحب اتحمم بمي باردة، هلا برشح. هيك بتحمي جسمك وبتفيد عقلك يا فهمان، اسمع مني. لا تعا تعا تعا، ايشان شو عم تعمل؟ لا لا ايشان، شو هالمزح هاد؟ خلص ايشان. لا لا.